سعيد هذا كان بعض بطل بالنسبة للسعي في متناول الجميع بادي من 8 إلى 2000 جنيه حسب المستطاع كل حد يقدر يعيد. لا غالي ولا رخيص؟ لا لا كويس في متناول الجميع. بعد في متناول الجميع شي تبي من 800 إلى 2000 جنيه. بأسعار خيالية والعلفة حتى هو الشعير ب 140 و 150 والطعام والمشترى الحولي حتى هو من تحت أمه يشرو فيه ب 900 والمصارف تعطي في 700 و1000 ما ياخذلاش ضحيه وضحيه من 13 وطالع بال 1300. التسييره مرتفعه لكن من ناحيه التكليف حتى هو مكلف راهو بالنسبه للعلفه غاليه نشرو فيها بالقنطار ب 120 110 والناس داو الدور تو ما فيش لا بيع لا شري في اسواق مكي وخلاص. نادينا ب 13 معطيات 1300 ولا السوق فيه ناس خذ اللي يقدر حاسب جهدك حاسب جهدك خذ شي تبي مال هذا احسانك وهذه السدره حاسب جهدك خذ تقدر تاخذ من 800 جنيه حتى ل 2000 دينار وحسب الجهد وحسب المستطاع. المواطن هو حتى هو ما بعد راهو يعطوا فيه في 700 توا زي السنة المصارف فيه اللي عطوه 700 وفيه 1000 دينار ما يجيبلاش ضحية. كنت حاج قداش عطوك فيها؟ أعطوني فيها 1300. ما شاء الله، شو سنة؟ سنة على البدل قاعد ما بدلش. ترى ما بدلش قاعد ما بدلش. ما شاء الله. تعطوها فرحان. Thank you.